شوفوا شيء، قلنا ثلاث أمراض منتشرة عند الناس: الخوف والقلق. إذا اجتمع عند الإنسان خوف من الماضي، خوف من الماضي وقلق من المستقبل، واستمر عند الإنسان أكثر من 6 أشهر، يتحول إلى مرض مركب يسمى مرض الاكتئاب. ومرض الاكتئاب هو مرض يحدث عند الإنسان اضطرابات هرمونية. أغلب الأطباء النفسانيين يعالجون الاضطراب الهرموني، لا يعالجون أسباب الاكتئاب. فيذهب الإنسان عند الطبيب النفسي، الطبيب النفسي يعطيه بعض الأدوية والعقاقير، ويستمر يستخدمها الإنسان ما بين 6 أشهر إلى سنة ويتعافى وتتحسن حالته النفسية. بعد 3 أشهر من ترك هذه الأدوية، الإنسان تحصل عنده انتكاسة، يرجع إلى الطبيب فيعطيه جرعات أقوى، فيستمر 6 أشهر، ثم بعد ذلك يتركها وتحصل انتكاسة ثانية، ويصبح هذا الإنسان في دوامة مع الطبيب النفسي، يخسر صحته ويخسر نفسه ويخسر ذاته. اقرأوا عن أدوية الاكتئاب. أدوية الاكتئاب فيها آثار جانبية على الإنسان بشكل كبير، لذلك لا تستعجلوا على الإنسان بإعطائه العقاقير. ولو قال لكم الطبيب اذهبوا واعطوه هذه الأدوية، هذا الأمر ليس بالأمر السهل. اليوم العلاجات الحديثة والمدارس العلمية الحديثة العلاجية بإمكانها تعالج أصول المشكلة التي عند الإنسان، ونحن الحمد لله رب العالمين في مركزنا نعالج حالات الاكتئاب. خلال 2 شهر يتخلص الإنسان من الاكتئاب بشكل كبير. متى نحتاج إلى الأدوية؟ الاكتئاب 4 مراحل: اكتئاب ضعيف، اكتئاب جيد، اكتئاب متوسط، اكتئاب مرتفع، اكتئاب مرتفع جدا. الاكتئاب المرتفع جدا هو الإنسان اللي بيجي يضرب راسه في الجدار، يبدأ يعتدي على الآخرين، يبدأ ينسحب عن المجتمع، يبدأ يجرح جسمه، يبدأ هذا الإنسان مثلا يفكر بالانتحار أكثر من مرة. هنا لازم هذا الإنسان يحصل على العقاقير. لكن العلاج السلوكي اليوم يقوم اللي عنده مثلا والله انسحابية من المجتمع، عنده علامات الاكتئاب البسيطة، ممكن هذا الإنسان يعالج هذا الموضوع عن طريق بعض العلاجات اليوم اللي تحرر الإنسان من القلق والماضي والخوف، وبالتالي إنسان عندها ينتقل إلى الثقة بالنفس. لا يمكن أن يكون هناك نجاح ما لم يكن إنسان ناجح مع نفسه. الإنسان العقاقير تزيد حالة الإنسان نفسي، نعم صحيح، لا فكاك عنها، يستمر يقضي حياته. يا سلام، إجابة جميلة جدا، صحيح.